فلينبت منكم أيها الشباب رجال أكفاء يمكن أن نثق فيهم كي يكونوا بناة للديمقراطية. هل يمكن أن تسرق ثورتنا منا؟ هل يمكن أن تقع بين أيدي المزايدين وأصحاب الأفكار المتطرفة التي تقيم حاضرنا ومستقبلنا قراءة عقلانية وموضوعية؟ ذاك هو محور حديثنا مع الكاتب التونسي والصحفي والشاعر أيمن أحسنه أيضا أستاذ جامعي. مساء الخير أستاذ أيمن. مساء الخير صديقة إيمان وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على الحضور. في البداية أيمن حسن الشاعر وأيمن حسن الكاتب والصحفي والجميع أيضا كيف ينظر بكل صدق وبكل شفافية يعني لهذه الثورة منذ بدايتها وإلى غاية الآن؟ والله هو سؤال صعب لأني لا أزال أعيش حالة من ربما من الخوف من الرهبة من الخشوع أمام عديد الصور التي عشتها وشاهدتها، لكن أبقى متفائل. أقول أن الثورة صارت وهي متواصلة، ويبدو لي أن المهم هو المستقبل، يعني كيف ندفع بالثورة إلى تحديد غايتها إن كانتها غاية. هذا هو السؤال. يعني في تقديرك هل يمكن أن تتصور أنه ثم غايات بدأت ترتسم في الأفق، لأنها كانت ثورة شعبية، كانت بالأساس ثورة ضد الظلم ضد التهميش ضد تعطيل الشباب، ثم امتدت لتتحول إلى حركة سياسية الهدف منها هو إسقاط هذا النظام الدكتاتوري؟ يعني في نهاية المطاف الغاية الأساسية هي تحقيق هذه العدالة الاجتماعية. طبعا هناك غايات أخرى. نعم صحيح. حسب رأيك يعني هل هناك تصور لهذه الغايات؟ لا أظن في الحقيقة، يعني كما قال الأستاذ محمد طالبي وهذا قول يعني صحيح، الذين استشهدوا وسقطوا طلبوا بالحق في الحياة، طلبوا أن تكون لهم فرص تتماثل مع تونس ومع نظرتنا لتونس. وأنا أتحدث لأني ابن الشعب، يعني أنا من عائلة متواضعة، عائلة في نهاية الأمر لا أقول حتى من البروليتاريا، لأن البروليتاريا هي طبقة العمال الواعين بوضعيتهم، لكن من الناس العاديين تونسيين عاديين. وصلت جامعيا، يعني انتقلت بعائلتي من مرحلة يعني من مرحلة الشغل والعمل العادي إلى مرحلة ربما البرجوازية الصغيرة. يعني وأفكر بهذه الطريقة لأن تونس تتماشى مع هذه النظرة الطبقية، ورأينا أن من جملة مطالب الثورة هي القضاء على تلك يعني التفاوت الطبقي في تونس. هي في السنوات الأخيرة ازداد هذا التفاوت. صحيح، لأنه يعني كانت ثم ربما الطبقة المسيطرة هي الطبقة الوسطى. الوسطى، لكن الطبقة الوسطى، وأنا يعني متزوج وأستاذ جامعي وزوجتي جامعية مثلي، وأرى أن حياتنا صارت صعبة. يعني حتى الطبقة الوسطى التي كانت تمسك بزمام الأمور، أي أنها تحاول أن من خلال عملها ومن خلال وجودها تبعث نفسا في الاقتصاد التونسي وفي الحياة الاجتماعية في تونس، لكن بتهلهل هذه الطبقة تهلهلت البلاد. والطبقات يعني الضعيفة عبرت عن ذلك ولها الحق في مطالبها في نهاية الأمر. طيب تفاوت طبقي، بإضافة إلى ذلك تفاوت في الجهات، يعني فماش يعني توزيع عادل بين الجهات. هذه ربما كانت من أكثر نقاط الضعف التي ميزت تونس في السنوات الفارطة، يعني اجتماعيا واقتصاديا حل هذا الإشكال وتحقيق العدالة والتوازن بين جميع يعني الجهات من شأنه أن يحسن، يعني يحسن من نعم من شأنه أن يحسن، لكن علينا أن ندرس الأمور بشيء من التريث، إذ أن العلاقة يعني بين الجهات في تونس هي علاقة تاريخية. يعني سمعت كلاما كثيرا يعني لا أقبله شخصيا عندما في التلفزيون التونسي أو في الإذاعات أحيانا أسمع الناس يقولون الساحل والساحل وتونس وصفاقس والشمال.
يعني الساحل لم يسرق ثروات المناطق الداخلية. نعم. الساحل يعني وجدت تونس، فهي يعني تاريخيا قدمت إليها الحضارات الأخرى من السواحل. هناك تقاليد تاريخية أركيولوجية يعني مبنية على مر العصور ولدت من خلال الساحل التونسي أو السواحل التونسية. صحيح أن الإسلام دخل إلينا من الجنوب حملة العباد إلى آخره، لكن وكذلك بنو هلال، لكن الحركة الاقتصادية مبنية على السواحل لأسباب يعني عدة، لكن داخل البلاد يعني له قيمته. يعني لا يمكن أن نقول أن هناك يعني رغبة سياسية في العهد الماضي جعلت من المناطق الداخلية مناطق ذل، بالعكس يعني من ربما من المصطلحات التي عشناها وهي إعادة إعمار مناطق الظل. إذن علينا أن نكون واعين يعني بحدة قولنا، علينا أن نفهم ما يعني هذا الوضع. لكن هذا ما ينفيش أنه ثم بعض العوامل التي ربما ساهمت في تعميق الإحساس الجهوي، وخاصة الجمعيات الرياضية. صحيح. خاصة في السنوات الأخيرة العديد، يعني هذه العديد من الناقدين والمحللين يروا أنه ظاهرة الجهويات زايدت مع الجمعيات، وخاصة الجمعيات الكبرى. هذا صحيح. يعني أنا مثلا أنا جامعي ومثقف وكاتب وأديب، لكني أحب كرة قدم مثلا. على سبيل المثال يعني كنت لاعب حتى في الفريق القومي للشطرنج، يعني في الفريق الوطني. والأسبوع الماضي استضفت الصديقة إيمان الأستاذ وسيم جدي وزياد بن عمر. وسيم جدي هو كان لمدة طويلة بطل تونس الأصاغر، وشارك يعني في أكثر من 50 دورة دولية، ويعني ممثلا تونس. يعني لعب على علم تونس كما نقوله، لعب على درابو تونس. والذي يعيش تلك اللحظات يمثل تونس يقول نحن يعني خاصة في رياضة بسيطة مثل الشطرنج، يعني بسيطة وهي معقدة، بسيطة لأن ليست لها أموال، ليست جمعية كرة قدم أو كرة يد، ما عندهاش برشا أنصار. لكن باش نرجع لسؤالك، الإشكال الحقيقي الجهويات، يعني عندما تغيب المثقفين، عندما تغيب التفكير، رياضة مثل الشطرنج وهي ليست حتى رياضة، هو فن قتالي حقيقي يعلم التريث ويعلم التروي ويعلم التفكير، وتجعل من كرة القدم خبزا أو لأستشهد بكارل ماركس أفيونا للشعب، فستكون يعني العواقب غير حميدة. هذا عادي جدا، يعني الناس يتصادمون من أجل لا فكرة أو يعني بيضة أو رخ، بل من أجل هدف او كرة لمسة يد او غيره. يعني هذا غير مقبول بالمرة، والنظام الماضي كرس هذا الغباء الفكري لتهميش يعني القضايا الكبرى. لكن يعني وباش يتم عملية امتصاص تلك الطاقة والتوجيه في مواضيع حزازيات بين جمعيات، كما قال شاعرنا الكبير ابو القاسم الشابي من جهة، نعم اذا الشعب يوما اراد الحياة، لكن من يجني الوردة يجني كلمة الشوك، من يزرع الشوك يجني الجراح. نعم. يعني هذا هو، زرعوا الشوك. نعم. ونحن جنينا الجراح، ولم يكن حتى تاج الشوك، يعني عندما أرى صورة تاج الشوك وصورة المسيح، يعني النبي المسيح، يعني هو تاج لكنه تاج من شوك، لكنه يبقى تاج. نعم. على كل طبعا كما ذكرت سيادتك، نحن أبناء تونس كلنا، مسألة الجهويات عمرها ما كانت من المشاغل الأساسية بتاعنا، من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، ناس يعني تخدم في مواقع متعددة، ناس من الشمال يشتغلون في الجنوب، وناس من الجنوب يشتغلون في الوسط وفي الساحل إلى غير ذلك. علينا تكريس لا مركزية، يعني لا مركزية. علينا تكريس التونسة. أي نعم. حب تونس لذاتها. وعندي تحت هنا نص للشاعر الكبير محمود درويش. نعم. في وداعي تونس صدر يعني في كتابه القبل الأخير يعني مجموعة من المقالات، وحيرة العائد
جميل. نعم. هذا العنوان حياة العائد، وسأتحدث عن نفسي وعن تجربتي في الكتابة. نعم. يعني عائد لأني عشت 3 سنوات في فرنسا وكانت لي وضعية طيبة جيدة جدا، لكني عدت إلى تونس لأني أحب تونس. نعم. يعني حبي لتونس من شمالي إلى جنوبها. فيقول محمود درويش: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس؟ لقد رأينا في تونس من الألفة والحنان والسند السمح ما لم نرى في أي مكان آخر، لذلك نخرج منها كما لم نخرج من أي مكان من آخر، نقفز من حضنها إلى موطئ القدم الأول في ساحة الوطن الخلفية بعدما تجلت لنا فيها في البشر والشجر والحجر صور أرواحنا المحلقة كعاملات النحل على أزهار السياج البعيد في هذا الوداع. أحبك يا تونس أكثر ما مما كنا نعرف، نرسب في صمت الوداع الحزين شفافية تجري ونصفي كثافة مركزة إلى حد العتمة التي تحل بالعشاق من أجمل الأسرار.